FM. الكل مليك. كنت حبوا ان نسيبوا تونس، تونس والناس كل خلي ياخذوها البلاد. خلينا نقول لك صاير تو في تونس، فيما نتقعدوا دي اقل معبر تسكر نهار تخرج العباد وفوضى تتكلم انت تولي الجهه ويزدنا وما تعرفش مشاكلنا وكل الكلام هذاك وكل الريقه هذاك اللي شبعنا منه. وفي الاخر بكل طاقه سلاح تخل تلقى مقاتلين دخلت، تلقى ارهابيين خرجوا، تلقى الناس فهمت معناتها راهو عندنا مهربين يتحكموا في مناطق حدوديه قرقنا ما نعرفش شكون نحكم فيه. راهي جزيره راهو راهو غدو يدخل لك ما نعرفش شويه سلاح، راهو ما عاد لا تقرب لا فلوكه لا طياره لا زورق حربي ولا سريع ولا راهو قرقنا لازم توا يرجع الامن خاطر الأغلبية الساحقة من هاي اللي قرقنا رم طالبين عودة الأمن. فهمت شوية شجاعة من الحكومة يا أخوي وقف، ولا من الأمن وقف يا أخوي يحطوا الحبس. راهو كان لزم تراب تونس، راهو أنا هاني نقولها من هنا والناس كل تعرف اللي أنا ما نعرفش ما نخبيش كلمتي. راهو كان لزم تراب تونس كرتوش الحي، راهو وقتل يا أخوي تونس. راي تونس ما يملك حتى حد، لا ملك الرئيس هذا ولا الوزير هذا ولا حبيب الراج ولا اكس ولا يغريك راي متاعنا تونس، راي ارضنا. راه مش معقول المهازل اللي قاعده صايره والضعف هذا. انا ما نقول ضعف تاع دوله، فما تراخي، فما ناس كانوا مسلمين. باش نقول لك انا مش معاك اكثر من هذا. انا سمعت من بكره على انقلاب تحكي قبل ما ندخل على مهدي جماعه. راه انقلابات ما عادش عسكر وبوليسيه، راه ما تعملش انقلابات. اللي شو ولا يصير تو يحدث لك فوضى، يعمل لك احتجاجات، يعمل لك يغلي لك في الاسعار. يأجج الاسعار، تتأجج العباد، تخرج تطيح الحكومه وتطيح الرياض. وهذاك صاير لو سيستم الجديد نتاع الانقلابات، وهذا صاير في تونس تصور. كاب اف ام الكل مالك.